النهارده الجزء بتاع النهارده يا شباب هنبتدي المحاضرة بعنوان الانترنال فورسد كونفكشن. كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا اشتغلنا على الفورسد كونفكشن وخدنا الاكسترنال فورسد كونفكشن، والنهارده هناخد الجزء الثاني من الفورسد كونفكشن اللي هو بعنوان انترنال فورسد كونفكشن. طيب يعني ايه انترنال؟ زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت اللي هو يعني ان انا بشتغل على ان الحمل بتاعي يكون داخلي، داخل المسار او داخل القطاع بتاعي. طيب وطبعا احنا شغالين على الفورست كونفكشن او الحمل القسري، يبقى احنا الجزء بتاعنا هنشتغل عليه الانترنال فورست كونفكشن. طيب اول حاجه، the terms pipe ducts والconduits are usually used interchangeable for flow section. القطاعات المختلفه ما بين قطاع دائري او قطاع مستطيل، تمام، دولت اللي هو يعتبر ما يسمى السريان داخل قطاعات مغلقة. طيب flow section of circular cross section are referred as pipe. يبقى لو انا المقطع بتاعي circular cross section اللي هو ما يسمى السريان داخل البايبس، especially when the fluid is a liquid، خصوصا لما يكون السريان عندي عبارة عن موجود او السريان عبارة عن ايه، لمائع. and flow section of non-circular cross sections بنسميه السريان في الداكتس، لو انا المقاطع بتاعي غير دائريه فبيبقى انا عندي فيه ايه ما يسمى داكتس. والداكتس غالبا ايه بتبقى بنسميها لما يكون المواع عندي ايه، يكون غازات. يعني الداكتس مثلا نتكلم عليها في التكييف والتبريد، يبقى الهواء بيمشي داخل الداكتس، السوائل بتمشي داخل البايبس، تمام. طيب السمول دايمتر اوف بايبس، يبقى انا عندي ايه البايبس الصغيره او الاقطار الصغيره عباره عن ايه ما تسمى ب تيوبس. طيب يبقى انا في عندي سيركولار بايبس وفي نون سيركولار بايبس. طيب نيجي بقى بعد كده نتكلم على جزئيه اللي هي ما تسمى باللامينر فلو ان تيوبس، تمام. امتى اعرف السائل بتاعي لامينر او السائل بتاعي تيربلنت؟ عندي الجفرنينج بارامتر للموضوع ده اللي هو رقم رينولد. طيب رقم رينولد عباره عن ايه بقى؟ الرو في الفي في الديامتر على الميو. يبقى انا عندي بجيب الفلوس المتوسطه والديامتر اللي هو الهيدروليك او الهيدروليك ديامتر للمقطع بتاعي. طيب لو انا عندي البايب بتاعي يبقى الديامتر بتاعه والهيدروليك ديامتر عباره عن الدي، تمام. طيب المقاطع المغلقه او السكوير داكتس او ريكتانجولار داكتس الهيدروليك ديامتر بتاعها عباره عن ايه؟ عن 4 المساحه على المحيط، او 4 اريا الهيدروليك دايمتر بتساوي 4 اريا على البارامتر، تمام. يبقى الريكتانجولر بتاعي عباره عن 2 a في البي على الاي زائد البي، تمام. طيب اللي هو بالشكل ده كده. طيب نيجي بقى، لو انا عندي السائل بتاعي اقدر اعرف منين انه لامينار فلو او تيربلنت فلو موجود عندي؟ لو الرينولد بتاعي اقل من 2300 يبقى انا عندي ايه لامينار، تمام. لو اكتر من 4000 يبقى ايه تيربلنت. طيب نقرا الجزء ده كده مع بعض. It certainly is desirable to have precise value of Reynold number for laminar transitional and turbulent. يبقى احنا عشان نعرف الرينولد عبارة عن قد إيه لقيمته لللامينر أو الترانزيانت أو التيربلنت، but this is not case practice. This is because the transaction from laminar to turbulent flow also depend on degree of disturbance of flow by surface roughness, pipes, vibrations and fluctuation in the flow. Under most practical condition, the flow in a tube is laminar for Reynold أقل من 2300. Fully turbulent for Reynold أكبر من 10,000 and transitional is between. يبقى أنا هنا لو أنا عايز أعرف الـ fully turbulent أكتر من 10,000، هنا في البداية بيقول لي إيه؟ طول ما هو الرينولد بتاعي أقل من 2300 يبقى أنا في مرحلة اللامينار. أعلى من 10,000 ده يعتبر إيه؟ fully turbulent، تمام؟ طيب ما بينهما اللي هو يعتبر إيه؟ يعتبر برضو إيه؟ transient. But it should be kept in mind that in many cases the flow becomes fully turbulent for Reynold أكبر من 4000. في بعض الأحيان كتير جدا إن الفلو أصلا بتحول لفولي تيربلنت أكتر من 4000. طيب أنا هشتغل بقى، هل إن أنا أعتبر التيربلنت السريان بتاعي تيربلنت
اكتر من 10,000 ولا اكتر من 4,000؟ لا، هنشتغل على الكونديشن ده ان الفولي تيربلنت اعتبر ان الرينولد بتاعي ايه، اكتر من 4,000. طيب as is coming the topic of the special interest later in this chapter, when designing pipes networks, when designing piping networks and determining pumping power, conservative approach is taken and flows with Reynold أكبر من 4,000 are assumed to be a turbulent. يبقى احنا دلوقتي خلاص استقرينا لما رينولد أكبر من سوري أقل من 2,300 ده هنعتبره لامينر، ولو رينولد أكبر من 4,000 هنعتبره تيربلنت. في بعض الكتب بتتكلم بتقول، عشان برضو الناس ما تتلخبطش، في بعض الكتب بتقول أكبر من 4,200، فأيهما يعني إيه اللي هتشتغل 4,000 أو 4,200 واعتبرت إن السائل تيربلنت؟ خلاص ده صح والرقم ده إيه؟ صح. طيب دلوقتي يبقى أنا معنى كده إن الرينولد من 2,300 ل 4,000، المنطقة اللي في النص ديت بنعتبرها إيه؟ ترانزيانت. تمام، اللي هو الفلو بتاعي ترانزيانت. يبقى احنا برضه لو كنا الناس اللي افتكرت في الفلويد قبل كده ان السراين بتاعي لامينر، تمام لامينر، وبعد كده ترانزيانت، وبعد كده تيربلنت. طيب اللامينر خلاص احنا عرفنا ان هو اقل من 2,300، التربلنت اكتر او اكبر من 4,000. طيب الترانزيانت اللي هي المرحله الانتقاليه ما بين الاثنين او ما بين السريان في المنطقتين دولت، في بعض ناس كتير جدا بتعتبر ان السائل بتاعي ان هو لو اكبر من 4,000 تمام بنقول عليه تربلنت، ولو هو اكبر من 2,300 لحد 4,000 بنعتبره برضو في بعض الاحيان او بنشتغل عليه ايه على اسوأ الاحتمالات، بنعتبره ايه على طول ايه، بنعتبره ان هو تربلنت. طيب منطقة entrance region أو ما يسمى بمنطقة الدخول، طيب يعني إيه منطقة الانترنس ريجون؟ اللي هي المنطقة اللي هو بيبقى أنا عندي السريان بتاعي بيبتدي يتشكل لحد ما يبقى عندي اسمه إيه بقى؟ fully developed flow. تمام؟ ال fully developed flow. طيب أنا طبعا السرعة وهي داخلة في أول البايبس عندي بيبتدي السائل بتاعي السرعة بتاعه بتبقى منتظمة، بعد كده بتبتدي السرعه تتحور او بتتغير شكلها، الفيلوسيتي بروفايل بالشكل ده كده، يعني في الاول الفيلوسيتي الفي افريج متساويه عند كل المقاطع، بعد كده بيبتدي الشكل بتاعي يتغير ياخد البارابولا بالشكل ده كده لحد ما يبتدي يتطور بحيث ان السرعه عند الاطراف اقل ما يمكن والسرعه في النص اللي هي اعلى ما يمكن. تمام، لكن لو بصينا هنا السرعه عند الاطراف زي السرعه في النص، الفيلوسيتي بروفايل ايه متساوي، بحيث ان انا لما اوصل للشكل ده كده يبقى انا عندي الفيلوسيتي بتاعي او ما يسمى بالفولي ديفلوب فلو. تمام، المنطقه بقى ان السرعه بيتغير شكلها او الفيلوسيتي بروفايل بيتغير من البدايه لحد النهايه، طبعا السريان بتاعي هيكمل بقى السائل بتاعي هيكمل ايه الفيلوسيتي بروفايل، هيبقى ايه تكمله الى ما لا نهايه بقى، هيفضل ايه ياخد الشكل النهائي ده كده. طيب بحيث ان اول ما يبتدي ياخد الشكل ده كده وما قبل ذلك ده بنسميها ايه، منطقه الدخول او الانترانس ريجون. طيب زي ما احنا شغالين عندنا في الفلويد، تمام الفيلوسيتي بروفايل بيتغير، التمبريتشر بروفايل بيتغير كذلك، يبقى انا عندي الجزء الثاني ده كده اللي هو ايه الهيت ترانسفير، يبقى انا عندي الفلويد ميكانكس بالشكل ده كده والهيت ترانسفير بالشكل ده كده. طيب عندي كذلك برضو التمبريتشر بتاعي، التمبريتشر بروفايل الشكل بتاعه في البدايه في اول الانترنس ريجون بياخد الشكل ده كده، وبيبتدي كل ما ببعد عن السطح كل ما درجه الحراره التمبريتشر بروفايل بتاعها بيتغير بالشكل ده كده لحد ما يبقى ايه مستقر وبياخد الشكل الثابت ده، ما بيتغيرش في التمبريتشر بروفايل طول المسار. دي برضو اسمها ايه بقى؟ الانترانس ريجون، اللي هي الثيرمال انترانس ريجون، وديت الهيدروديناميك الانترانس ريجون. الهيدروديناميك دي خاصه بالفلويد ميكانكس،
والثيرمال انترنس ريجون خاصه بالجزء بتاع الهيت ترانسفير. تمام؟ طيب هل ديت المنطقه ديت المسافه ديت زي المسافه ديت؟ لا، ديت خاصه بالفلويد ميكانكس لها وضع وقوانين، ودي خاصه بالهيت ترانسفير لها وضع ولها قوانين. هنيجي نتكلم بقى في الانترنس ريجون از ثيرمال انترنس ريجون. يبقى انا التمبريتشر بتاعي بتتغير، بتاخد الشكل التمبريتشر بروفايل لحد ما يستقر بالشكل ده كده، ده بنسميه الثيرمال انترنس ريجون. طيب بعد كده بقى بنسميه ايه؟ ثيرمالي فولي ديفلوبد ريجون. يبقى انا عندي هنا فولي ديفلوبد فيلوسيتي بروفايل، وهنا ثيرمالي فولي ديفلوبد انترنس ريجون. هنا برضه علشان ياكد لك ان المسافه في الانترنس ريجون في الفلويد ميكانكس مختلفه عن الهيت، حاطط الاثنين مش زي بعض. طيب لو هناخد الانترنس ريجون في الفلويد ميكانكس، انا عندي عباره عن ايه بقى؟ الفلوس بروفايل بيتغير. طيب انا عايز اعرف طول الانترنس ريجون ديت بقى قيمتها قد ايه. طبعا هنا لللامينر فلو وللتربلنت فلو. لللامينر فلو ال انترنس بتساوي نص 5% رينولد في الدايمتر، اللي هي ايه بقى؟ انا عايز اعرف المسافه دي قيمتها قد ايه. يبقى المسافه ال ال ديت بتساوي 5% في الرينولد في الدايمتر. يبقى ال ال بتساوي 5% رينولد في الدايمتر. طيب وهنا للثيرمال بقى الانترنس ريجون هنا ايه؟ ال ال ديت ال ال فلويد وديت ال ال هيت. تمام؟ بتساوي 5% الرينولد في الدايمتر في البراندل بقى. تمام؟ طيب او بمعنى اصح يبقى ناخد نفس الكلام ده مضروب في البراندل. يبقى ال ال انترنس لللامينر عباره في الثيرمال، تمام، اللي هي عباره عن براندل، في ال ال انترنس للفلويد او ال ال انترنس للاتش. طيب الكلام ده بقى لو هاخده للتربلنت، طيب للتربلنت ال ال انترنس للتربلنت بتساوي تقريبا ال ال تمبريتشر او ال ال ثيرمال للتربلنس، يعني ال ال اتش اللي هي ال هيدروليك وال ال تي اللي هي ال ال ثيرمال. في التربلنت الاثنين تقريبا متساويين، وهي عباره عن ايه؟ 10 دايمتر. طيب لو انا بقى بعمل ثيرمال اناليسيز علشان ايه نقدر نحسب ونشوف الشغل ده كده مع بعض، عباره عن كميه الحراره اللي داخله. طيب الكيو بتساوي الام دوت في السي بي في الدلتا تي، الاكزيت ناقص الايه؟ الانلت. تمام؟ طيب انا عندي السيستم بتاعي بالشكل ده كده، عايز اعمل انرجي بالانس ليه. طيب تمبريتشر ان والتمبريتشر اكزيت، وفي كميه حراره داخله للسيستم بتاعي. طيب السيستم بتاعي عباره عن ايه؟ ام دوت في السي بي في الدلتا تي، او في تي ان لو انا عايز احسب الكيو ان. تمام؟ طب الكيو اوت ام في السي بي في التي اكزيت. يبقى انا الانرجي بالانس عباره عن الام دوت في السي بي في التي اكزيت ناقص التي انلت. طيب لو انا هشتغل بقى عندي ايه؟ كونستانت سيرفيس هيت فلكس. لو انا عندي البايب بتاعي بالشكل ده كده وهدي عليها هيت فلكس ثابت، يبقى انا عندي الكيو عباره عن ايه؟ كميه حراره ثابته. طيب الكيو بتاعي الكونستانت هيت فلكس، يبقى انا عندي ايه بقى دلوقتي؟ بعبر عنها ايه بقى؟ الام دوت في السي بي في التي اكزيت ناقص التي انلت. طيب انا عندي بقى المين فلو تمبريتشر ات ذا تيوب اكزيت، يبقى انا عندي التي اكزيت عباره عن قيمتها ايه بقى؟ عباره عن التي انلت زائد كيو في الاريا كروس سكشن، او سوري الاريا سيرفيس على الام دوت في السي بي. يبقى انا لو انا عندي اشتغل كونستانت سيرفيس هيت فلكس، الكيو بتساوي الكيو اس او الكيو كونستانت في الاريا المحيط او الاريا المعرضه لانتقال الحراره، اللي هي الاريا سيرفيس اللي هي المحيط في الطول بتاعي. طيب
يبقى انا عايز اجيب درجه حراره الخروج بتساوي درجه حراره الدخول ناقص الكيو في الاريا على اللمبه دوت في السي بي. تمام. طيب نبص هنا كده، انا عندي درجه حراره الدخول ودرجه حراره الخروج. انا عندي لو تلاحظ كده ايه، ان العلاقه بتاع او كميه درجه الحراره بتزيد ايه في علاقه خطيه. تمام، لان انا بضيف كميه الحراره عندي ايه، كونستانت هيت فلكس. تمام، variation of the tube surface and mean flow temperatures along the tube for the case of constant surface heat flux. طيب note that the mean flow temperature increase linearly، ان درجه حراره بتزيد ايه خطي. In the flow direction in the case of constant surface heat flux، خلي بالك ان ديت الحاله الاولى بتاعي constant surface heat flux. تمام، والاريا surface is equal to the perimeter when is constant tube constant which is constant times the tube length. The surface temperature in the case of constant heat flux can be determined from عندي ال QS بقى بتساوي ال H في T surface ناقص T mean، وال T surface بتساوي ال T mean زائد ال Q surface على ال H. تمام، وخلي بالك من مجموعه القوانين ديت علشان هي ديت اللي احنا هنستخدمها واحنا بنحل المسائل بتاعتنا. طيب يبقى انا عندي هنا الكيو بتاعي بتساوي الاتش الدلتا تي. تمام، اللي هي الهيت فلكس بتاعي. تمام، وانا عندي هنا برضو هيها عباره عن الكيو بتساوي الام دوت في السي بي في الدلتا تي. الدلتا تي هنا اللي هي عباره عن تي اكزيت ناقص تي ان، لكن انا عندي هنا الكيو بتاعي بتساوي الاتش في الاريا، لان طبعا لو دي كيو كابيتال اللي هي الهيت ترانسفير ريت. تمام، يبقى انا هو انا جايب لي مديني الهيت فلكس اللي هي عباره عن الاتش في التي سيرفيس بقى ناقص التي مين. تمام، طيب الجزء الثاني احنا هنا اشتغلنا على كونستانت هيت او كونستانت سيرفيس هيت فلكس، هنا نشتغل على ايه بقى؟ كونستانت سيرفيس تمبريتشر. يبقى انا درجه حراره السطح بتاعي هي اللي ايه؟ ثابته، كونستانت تي سيرفيس. انا عندي تي اس هنا كونستانت وهنا الكيو اس هي اللي ايه؟ كونستانت. طيب الكيو بتاعي بقى تي تمبريتشر بتاعي كونستانت، يبقى انا عندي ايه بقى؟ الكيو بتساوي الاتش في الاريا سيرفيس في الدلتا تي افريج بتساوي ال H في الاريا سيرفيس في ال T سيرفيس ناقص ال T مين بتاعي. تمام، انا هنا عندي بقى لو انا هاخد ال temperature بروفايل بتاعي، انا عندي ال T in وال T exit هنا ايه، ال T سيرفيس بتاعي ايه ثابته، درجه حراره السطح بتاعي ايه ثابته. طيب يبقى انا ال T سيرفيس بتاعي على طول ما تتغيرش، والسائل بتاعي درجه حراره الدخول ودرجه حراره الايه الخروج. طيب انا هنا الدلتا تي ان اللي هي تي سيرفيس ناقص التي ان، والدلتا تي اكزيت التي سيرفيس ناقص التي ان. تمام، يبقى انا عندي التي اكزيت بتساوي التي سيرفيس ناقص التي اس ناقص التي اي اكسبوننشال الاتش في الاريا سيرفيس على الام سي بي. تمام، يبقى انا الدلتا تي لين عباره عن الدلتا تي اكزيت ناقص الدلتا تي انلت. الدلتا تي اكزيت ديت اللي هي عباره عن ايه؟ تي سيرفيس ناقص التي اي اللي هي بنسميها دلتا تي ان. تمام، والدلتا تي اكزيت اللي هي التي سيرفيس ناقص التي اكزيت. تمام، ناخد مثال علشان ممكن حد يكون الامور اختلفت او الدنيا اتلخبطت معاه شويه، ناخد مثال على طول، مثال توضيحي عشان نقدر نحل مع بعض الجزء ده كده. طيب يبقى ايه، قبل ما اخش المثال بس لازم حاجتين هوضحهم لحضراتكم سريعا. انا عندي النوع الاول constant surface heat flux، والنوع الثاني constant surface temperature. heating of water in tube by steam. water entrance، ميه داخله مقطع 2.5 سنتيمتر. تمام، thin copper tube of heat exchanger at 15 degree. انا الميه اللي داخله عندي ايه؟
15 درجة مئوية بمعدل 3 من 10، يبقى الام دوت بتاع المية اللي داخلة ب 3 من 10 كيلو جرام في الثانية، ودرجة حرارة التي انلت بتساوي ايه؟ 15 درجة مئوية. تمام؟ and is heated by steam condensed out at 120 درجة مئوية. يبقى المية اللي داخل، المية السيرفس بتاعي او المية اللي بتسخنها التي سيرفس ب 120 درجة مئوية. تمام؟ if the average heat transfer coefficient بتساوي 800، ال H بتاعي 800 واط على المتر مربع سيليزيوس. determine the length of the tube required in order to heat water by 150 degree centigrade. عايز المية اللي ده خارجة تخرج عند 115، والمية اللي داخلة كانت 15، والستيم اللي بيسخن لي الماسورة دي درجة حرارته 120. يبقى افهم من كده ان ديت ايه؟ يبقى التي سيرفيس ايه؟ كونستانت. يبقى انا عندي ايه؟ كونستانت سيرفيس هيت تمبريتشر. تمام؟ طيب يبقى انا عندي زي ما احنا قلنا كده ان انا عندي التي سيرفيس بتاعي كونستانت، يبقى انا كده عرفت القوانين اللي انا هشتغل عندها ايه. الحل بتاعنا احنا هنشرح بالتفصيل علشان نعرف بس احنا شغالين ازاي. water is heated by steam in circular tube. يبقى انا عندي الميه ايه شغاله او بتتسخن بايه في مقطع مغلق او ايه tube. the tube length required to heat the water. طول الماسوره ده انا عايز اعرف علشان اوصل لدرجه حراره 15، يبقى لازم ايه طول 115 من 15. اشوف طول الماسوره دي هتبقى متر ولا 2 متر ولا وات ايفر ايا كان ايه طول بتاعها قد ايه عشان يديني الخارج بتاعي 115. طيب في شويه assumptions هنشتغل عندهم. اول حاجه طبعا الستيدي اوبريشن. تمام؟ الفلويد بروبرتيز ار كونستانت، ان الخواص بتاعي بتبقى ثابته. يبقى انا اول حاجه هجيب ايه الخواص بتاع الميه بتاعي، هجيبها عند التي مين. تمام؟ يبقى البالك مين تمبريتشر، الخواص بتاع الميه ديت هجيبها بقى عند ال 15 ولا عند الاكزيت 115؟ لا، بنجيبها عند التي مين اللي هي ايه؟ 115 زائد 15 عند 2. يبقى انا بخش اجيب الخواص بتاعي ايه؟ عند درجه حراره 65. بجيب السي بي بتاعي عند الخواص بتاع دي. تمام؟ طيب يبقى ذا انلت اند اكزيت تمبريتشر اوف ووتر ريتس. طيب كميه الحراره بقى اللي هي هتبقى ما بين الانلت والاكزت، الكيو بتساوي الام دوت في السي بي في الدلتا تي. الام دوت بتاعي اهي 3 من 10 في السي بي اللي هي 487 اللي احنا لسه جايبينها، 4187 من التيبل، في الدلتا تي 115 ناقص 15. يبقى انا عندي درجه الحراره بتاعي ايه بقى؟ عباره عن ايه، او اسف، كميه الحراره بتاعي 125.6 من 10. تمام؟ 125.6 من 10. طيب اللوجاريتمك مين تمبريتشر ديفرنس بقى اللي احنا لسه هنجيب عنده بقى اللي هو القانون بتاعنا، ان هي نرجع كده سريعا عشان نبص على القوانين. نشوف القوانين بتاعي، ان الكيو بتاعي بتساوي الاتش في الاريا سيرفيس في الدلتا تي لين. تمام؟ والدلتا تي لين اللي هي عباره عن دلتا تي اكزت ناقص دلتا تي انلت على لين دلتا تي اكزت على دلتا تي انلت. طيب الدلتا تي اكزت والدلتا تي انلت في ناس بتتلخبط فيهم مش عارفه. احنا اتفقنا ان انا عندي درجه حراره السطح بتاعي ثابته. تمام؟ تي سيرفيس كونستنت. طيب الدلتا تي انلت اللي هي عباره عن ايه؟ تي سيرفيس ناقص التي انلت، والدلتا تي اكزت اللي هي تي سيرفيس ناقص الدلتا تي او ناقص التي ايه؟ اكزت. تمام؟ من هنا نقدر نجيب ايه؟ الدلتا تي لوغاريتمك مين او اللين. تمام؟ علشان نجيب الكيو بتاعي، عشان نجيب مساحه السطح، ومنها نجيب طول البايب بتاعي. طيب الدلتا تي اكزت تي سيرفيس ناقص التي اكزت بتساوي 120 ناقص 115، والدلتا تي انلت بتساوي التي سيرفيس ناقص التي انلت 120 ناقص 15. تمام؟
والدلتا تي لين اللي هي عباره عن الدلتا تي ناقص الدلتا تي على كذا كذا، وجبنا منها. طيب نجيب الهيت ترانسفير سيرفيس اريا اللي هو القانون بتاعي، الكيو بتساوي الاتش في الاي سيرفيس في الدلتا تي لين. طيب انا عندي مديني الاتش والكيو احنا لسه جايبينها من هنا كده تمام، والدلتا تي لين لسه جايبينها، يبقى انا فاضل لي ايه؟ السيرفيس اريا. يبقى السيرفيس اريا بتاعي طلعت بكام؟ ب 4 و 78 100 متر. ماشي. طيب عايزين نجيب من الاريا سيرفيس ايه بقى؟ الايه؟ هنجيب منها الطول بتاعي الاريا سيرفيس اللي هي الباي في الدي في ال، مدين الدايمتر يبقى منه نجيب ال. يبقى انا الطول الماسوره بتاعي اللازمه لتسخين الميه من 15 ل 115 ديجري سنتجريد بخلال تعرضها لستيم درجه الحراره بتاعه 120، لازم تكون الماسوره بتاعي طولها 61 متر. يبقى اول حاجه لازم اعرف انا شغال كونستانت هيت فلكس ولا كونستانت سيرفيس تمبريتشر عشان اقدر اعرف القوانين اللي انا شغال بيها ايه. طيب الجزء الثاني بقى عندي، لو انا هشتغل او هنتكلم عن اللامينار فلو ان تيوبس. طيب هننهي الفيديو ده ونشتغل فيديو تاني علشان ما يقطعش مننا في نص الشرح.